السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين اللهم اشفي مرضى وحرر بالنصر الاسرى وارحم اللهم الموتى اللهم اجعل يومنا في سبيلك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وال محمد جمعه مباركه على الجميع اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 14 تموز يوليو طبعا القمر موجود في برج الجوزاء هذا اليوم في تقلب بالمزاج وفي النفسية أيضا القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و 13 دقيقة عصرا من عصر يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر الآن موجود في برج الجوزاء معناته اليوم من ننشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامه من رسائل ومكالمات وغيرها، وبوسعنا ايضا الانضمام لدوره دراسيه او تعلم لغه جديده او الانضمام لعضويه نادي. بالنسبه للزوايا الفلكيه طبعا في عندنا اول زاويه رح نتكلم عنها هي زاويه التثليث الايجابيه اللي بين الشمس وبين نبتون. هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 28 سبعة طبعا ذروتها يوم 20 سبعة الساعة واحدة وست دقائق بعد الظهر هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدس تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدس برضو بتجعلنا نشعر بالطمأنينة الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 28 سبعة ذروتها يوم 20 سبعة الساعة 8:38 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش طبعا بسبب هاي الزاوية بتزيد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف بعديها مشاكل عديدة برضه بتزيد من العصبية فعلينا أنه نتجنب يعني أو بدنا نتمالك أعصابنا وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا الإفراط برضو ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية وبيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يعرضنا لهجوم لهجومات من الخصوم وتكون قوية جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية تأثراتها من يوم 13 سبعة ليوم 30 7 ذروتها يوم 22 سبعة الساعة 3 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بتثور أعمال عنف ومواجهات الها صلة بالنيران والمعادن، وبرضه بتعزز التسلط عند البعض، وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين. بتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية، كما إنها بتزيد من شهوانيتنا اللي ممكن إنها تضر بصحتنا وتسبب لنا أمراض خطيرة. اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين اورانوس. طبعا هاي تأثيراتها من يوم 24/6 ليوم 14/7 يعني اليوم آخر يوم لتأثيراتها. بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 28 ستة ليوم 12 طبعا هاي بتسبب عودة شخصية أو شخص أو وضعية قديمة ترجع بتظهر على الساحة هاي الوضعية بتدعم من وضعنا بشكل أفضل وأكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25/5 ليوم 14/7. طبعا هاي الزاوية برضو اليوم آخر يوم لإلها، هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي. وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن وبتعطينا سعادة مادية، وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا. أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو اليوم ذروتها طبعا في زوايا ذكرناها احنا بحلقة الأمس هي مستمرة بتأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة يعني وبتستمر لغاية ساعات تقريبا إشي بنتهي الصباح وإشي بنتهي عند ظهر يوم الجمعة أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد طبعا هاي من الآن تأثيراتها وحتى صباح يوم الجمعة بنشعر بقوه الفكر والقدره على الادراك الجيد للامور بالاضافه الى نشاط الذاكره وسرعه البديهه بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات بالاعمال التجاريه وبصير في عنا ثقه بالنفس وبنتالق بفضل سهوله تعبيرنا يعني بتعطينا نشاط عالي جدا بالحركه واتمام بعض الامور الزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى ظهر يوم الجمعة منواجه مصاعب وعراقيل تتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وألا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعناد والميل للكآبة عشان هيك نفسيتنا بتكون متقلبة بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية التزديز الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس بدأت تأثيرات هذه الزاوية يوم 11 سبعة ورح تستمر لها يوم 18 سبعة طبعا اليوم ذروتها الساعة 11 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الجمعة هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدس لدينا بتمنحنا الابتكار والمواهب بالاختراعات أو الانجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع برضو النجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو ممكن يصير في تغييرات مفيدة تخرجنا من رتابة الحياة أما بالنسبة لدوليا فهي بتدل على زيادة اهتمام الحكومة بميادين التكنولوجيا ومحاولة تطويرها خصوصا الصناعية أو الدقيقة أو الطيران أو الأمور الفضاء وبرضه بتشهد هاي الفترة زيادة في رحلات الخطوط الجوية وتنظيم اللقاءات الدولية وحريه التعبير وزياده مداخيل القطاع الخاصه وتشجيع المبادرات الفرديه. بالنسبه للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسيه خلال هذا اليوم، الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي، انابيب الشعب الهوائيه والرئتين والوصلات العصبيه لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي، وايضا الحركه والشعيرات الدمويه اللي هو نظام التبادل، هذول الاكثر حساسيه واللي لازم نوفر لهم العنايه الاضافيه طبعا اليوم ما في اي مشاكل للعمليات الجراحيه الاجواء مناسبه بشكل جيد جدا ولكن الاعضاء اللي ذكرناها جيده للفحوصات للعلاجات للمراجعات الطبيه ولكن كعمليه جراحيه انا ما بنصح فيها لانها بتكون هاي الاعضاء اكثر حساسيه زي ما حكينا هذا اليوم مناسب للعمليات الجراحيه ايضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ومثل الجراحه ويصلح ايضا لازاله الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي. بالنسبه للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء معناته خلو المسار القادم بيبدا الساعه 12 و35 دقيقه من ظهر يوم السبت. وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة و عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت غرينتش ليستقر القمر بعدها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة يوم ونسبة الإضاءة اليوم ثمانية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد بنسبة ستين في القمر في الجوزاء حتى يوم 15 سبعة منتحس الآن بنسبة 15% ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 10% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% أما في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% يعني بنقدر نقول انه القمر ممتزج اليوم ومتقلب بحالاته ما بين السعادة والنحوس طيلة اليوم عطارد في الأسد حتى يوم 28 سبعة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات منتصف الليل وما بعد بصير منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4/11 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور حتى يوم 29/8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6/12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11/10 منتحس بنسبة 15% يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط لايك او ديسلايك او كومنت او شير او كبس على الكبسات اللي تحت، آه دايما بعيدهن نفسن هذول هن زقت آه وبرضه آه تبعت التبرع ما تكبسوش عليهن، وبارك الله فيكو وشكرا لإلكم. وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل. بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبتقدروا تفاوضوا اليوم بجراءة وعندكم قدرة عالية جدا عن الدفاع عن مواقفكم أو عن قضيتكم ولكن بدكم تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان هيك بدك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق اليوم انت بتتميز بالنشاط والحركه والقدره على اتمام اي امر وممكن تسمع جواب بيعجبك، اهم شيء انك ما تغالب ما تبالغ بمصاريفك وفي نفس اللحظه انتبه اثناء قيادتك للسياره وانتبه من العصبيه. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بدكم تتجنبوا النفقات في اليوم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنه اليوم بدكم تتجنبوا النفقات وتحذروا على أموالكم من النصابين والمحتالين بتهتموا لأوضاع مالية وممكن تخوضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعك او خبراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي حاول أنك هيك شوي تهدى عشان تتوضح الأمور أو تشوف الأمور بطريقة أوضح ما تبالغ بمصاريفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتم عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وطاقتكم عالية جدا بما أن القمر استقر عندكم معناته اليوم راح تنشط بكثير من الاتجاهات وراح ترتب كثير من الأمور وحتى على المستوى العاطفي الأجواء جيد ومستوى الحظوظ حتى المالية وبتكثر عندك المشاريع وممكن تختلط الواجبات بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك أو إنجاز الكثير من أعمالك، ولكن لا تخلي المزاج يسيطر عليك اليوم بتقلباته. برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا القمر اليوم موجود في بيت المتاعب عشان هيك بينال التعب منكم بدكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا القمر لما بيكون موجود في بيت المتاعب يعني فترة مرهقة هذا اليوم ويوم الغد لغاية ساعات العصر لا يعني بدكوا تتحملوها بعدها بتتحسن الأمور لأن القمر رح يوصل لعندكم فعشان هيك اليوم يعني بدكم تنتبهوا من تأخير من بطء في سير الأمور حذروا التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء وما تخلق أعذار أو تتهرب من مسؤولياتك أو مهماتك برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا اليوم نشاط اجتماعي عالي جدا وممكن تلتقوا الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صداقات لقاءات اجتماعية الأجواء جيدة جدا وفي بعض المكاسب من هذا الاتجاه وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهم شيء إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن إنك تشارك اليوم بفعالية أو تكون عندك نشاط عالي جدا برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء بدكم تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل لأن القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك أهم شيء أنك اليوم ما تبادر بأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك قدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ اليوم يعني زي ما حكينا ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضعية معينة لها علاقة بأحد أفراد الأسرة هاي فترة فيها كثير من المزايا الإيجابية ومثمرة ومهمة جدا إذا انتبهت من التحذيرات ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز برج الميزان بالنسبه لمواليد برج الميزان طبعا القمر اليوم في البيت التاسع وبما انه في البيت التاسع معناته اللي بيتقدم لامتحان او مقابله بده يستعد بشكل جيد الاجواء جيده وداعمه جدا حتى على مستوى السفر والعلاقات مع الاجانب والدراسات والامتحانات والمناقشات الدراسيه هاي فتره حافله بالنشاطات ممكن يعني تتلقى خبر من خارج البلاد او من جهه غريبه حاولوا تسهيل الامور ما تصعبوها على حالكم ما تخلوا المزاج يتحكم فيكم ممكن تهتموا بثقافه مختلفه الامر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي او جمعيه. برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم اليوم النجاح راح يكون على أي شيء له علاقة بالأموال المشتركة يعني أي شريك معك بالمال أو داعم مالي بنك ضريبة تأمين ميراث أشياء هاي كلها أموال, أموال الزوج الزوجي هاي أسمها أموال مشتركة ممكن تحقق من خلالها بعض المكاسب أو تهتم بترتيب بعض الأوضاع أهم شيء أنك اليوم ما تكون جارح بالكلام حاول أنك تفاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وممكن تحصل على فرصة مناسبة تبرر من خلالها أخطائك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي وتعتبر هاي الفترة شوي فترة فيها بعض الصعوبة وبتثقل خلالها بعض الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات الاجواء اليوم حاولوا تستغلوها للمصالحه للتقارب العاطفي ما بين المتزوجين لتعزيز علاقاتكم مع شركائكم زي ما حكينا بالعمل او العاطفه ولكن بدكم تحذروا من المشاكل قدر الامكان برج الجدي بالنسبه لمواليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز راح يكون على العمل على الصحه واصلوا ما بداتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم حذروا من بعض التراجعات الصحيه وخصوصا النفسيه وما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن او بالتراكم بدك تكون اكثر تنظيما وتحسن اداره الوقت وتجنب اثاره العدوات واهمال وضعك الصحي وما تدخل بأي مشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل أو الزبائن اللي بتتعامل معهم. خذ قسط من الراحة واهدأ وكن عند حسن الظن. ممكن تتمم بعض الأعمال أو تبدأ بعمل جديد. برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ولا ماليا اليوم اليوم القمر موجود في البيت الخامس يعني بيت حظ وعاطفة وحب وعلاقاتكم بأطفالكم خبر سار أفراح مناسبة هواية سفرية ترفيه تجميل هاي أهم الأشياء اللي ممكن أنت تركز عليها اليوم بتكثر عندك التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك لقاء طارئة مع أحد الإخوة أو أحد الأحبة أو أحد الأبناء حاول أنك تقدم لهم المساعدة إذا أرادوا ذلك أو طلبوا ذلك فترة فيها نجاح وفيها طمأنينة بس ما تفرض سلطتك على الأحبة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا اليوم التركيز كله على البيت والعائلة تنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أو المسكن أو العقارات أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير وما تبخلوا على العائلة بالعطف أو النصائح هاي فترة شوي مناسبة للارتباط ولكن ممكن تشعروا بالانزعاج أو القلق حول مساله شخصيه او توتر عائلي او حوار نقاش شغلات من هذا او حتى صحه احد افراد العائله ولكن الاجواء جيده للافراح والمناسبات البيتيه وايضا للتصليحات والترميمات والامور هاي. طيب هيك احنا بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم ولكن يعني اذا سمعتوا لهون اللي ما حطش اللايك او الديسلايك او الكومنت او ما قال شكرا او ما سبش علي او يعني هالكبسات يعني كبسه على هالكبسات وزي ما حكينا كبسات التبرع والدعم هاي بلاها ما حد يكبس عليها يعني بس بيك في انكم بتسمعوا الحلقة وهذا احسن دعم واجمل دعم من اجمل اصدقاء ما بخلوا علي بكبسة اللايك كيف بس للي كبسوا اللايك اما اللي ما كبسوا مشي الكل حكي. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم. والله اعلم. يا رضا الله ورضا الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. اترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.